القطن المصري من بعد شهرة عالمية وطابع مصري خاص اجتماعيا واقتصاديا في الريف بقى مشكلة مزمنة. سياسات الدولة وطبيعة المنافسة في السوق العالمية حولت القطن المصري من محصول طويل التيلة إلى منتج قليل الحيلة بيدور على دعم من دولة مش عارفة تحدد طبيعة تعاملها مع المنتج. الأسبوع اللي فات وزير الزراعة فاجئ الفلاح المصري بإعلانه إلغاء دعم الدولة للقطن في الموسم اللي جاي، وقرر ياخد الطريق الأسهل وينصح الفلاحين إنهم ما يزرعوش القطن طويل التيلة إلا بعد التعاقد على تسويقه، وده جه مخالف تماما لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طالب الوزارة السنة اللي فاتت بدعم القطن بعد ما تعرض الفلاحين لأزمة كبيرة في تسويقه وأقدم بعضهم على ترك المحصول في الأرض بدل جني. وما بين وزير بيقرر وقف دعم القطن وبيطالب الفلاحين بوقف زراعته والتعاقد على تسويقه قبل رمي بذوره في الأرض وتوجيهات رئاسية ما فاتش عليها شهور بدعم مزارع القطن، بقت الصورة مش واضحة قدام الفلاحين والمنتجين، وده اللي خلى أحد المحامين يرفع دعوى قضائية ضد وزير الزراعة بسبب تصريحاته عن إلغاء دعم القطن. الدعوى وصفت تصريحات الوزير إنها غير مسؤولة وضربة قاضية للاستثمار في زراعة وصناعة القطن بشكل يقضي عليه إلى الأبد لمصلحة الاستيراد من الخارج خاصة القطن الأمريكي. فهل هتراجع الدولة موقفها وتحدد طريقة تعاملها معاه، ولا هتكون تصريحات الوزير فعلا ضربة قاضية للقطن واللي بيزرعه؟ محمد يوسف، برنامج مساء الخير. يلا بيك. السيد رئيس الجمهورية عقد لقاء مع عدد من العاملين بقى في مجال الزراعة، فلاحين، نقباء فلاحين، وحضروا السيد وزير الزراعة وحل مشاكل كبيرة بتواجه الفلاحين، منها إيجار الأفدنة، من هيئة الأوقاف، منها بنك التسليف الزراعي، وقال أنا بعلن دعم الدولة للفلاحين. بعدها بيومين السيد وزير الزراعة عقد مؤتمر صحفي وأعلن أن الوزارة لن تدعم أي فلاح هيزرع القطن. طب دي مشكلة، هل ده تعارض ما بين سياسة الحكومة ممثلة في شخص وزير الزراعة وبين توجه الدولة ممثل في شخص رئيس الجمهورية؟ الله أعلم، بس الواقع بيقول كده، الحاجات اللي احنا بنشوفها. طيب لما الوزارة تعلن أنها لن تدعم مزارع القطن، طب مزارع القطن دول دورة زراعة القطن هتبدأ إخوانا بعد شهرين، هل الوزارة وفرت البذور مثلا للقطن اللي عليه الطلب؟ الفلاحين بيزرعوا قطن طويل التيلة، اللي عليه الطلب قصير التيلة. طيب هل جابت البذور؟ جابت التقاوي بتاعتها؟ طب سألت وشافت احتياج المصانع هنا في مصر اللي هتحتاج قطن قصير التيلة قد ايه؟ طب المصدرين لنا اسواق عالمية لما هنصدر هذا القطن؟ يعني الوزارة هل عملت دراسة جدوى لهذه الفكرة؟ اللي هو ما انت قررت ما تدعمش، طب هتسيب الفلاح كده في الطل ولا هنعمل ايه؟ دي ملخص عنوان هذه الفقرة. اللي بيشرفني فيها مهندس حمدي عاصي، وكيل اول وزارة الزراعة. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مهندس وليد السعداني، رئيس الجمعية العامة لمنتج القطن. اهلا بحضرتك. ومكمل معانا صديق العزيز دكتور محمود عمارة. اهلا بيك. اهلا بيك، ده شرف لينا. الله يخليك. هبدأ بمهندس وليد السعداني. هو انتوا عايزين الوزارة تدعم مزارع القطن ولا نسيب الفلاح يزرع القطن المطلوب ويبحث عن حد يجيب له البذور؟ وهل الوزارة هي المسؤولة انها تجيب البذور؟ طب وضع الفلاح دلوقتي ايه؟ مستاء؟ هل هيسيب زراعة القطن ويزرع اي حاجة؟ الفلاح النهاردة اللي عايز يزرع القطن هيعمل ايه؟ احكي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لحضرتك الموضوع من اوله يا محمد بيه. القرار السيد وزير الزراعة بعدم دعم القطن، الوزارة عمرها ما دعمت فلاح القطن او منتج القطن باي دعم خلاف السنه دي فقط.
كانت استجابة السيد الرئيس لمناشداتنا المتكررة والمتعددة ان القطن انخفض سعره من 1800 جنيه ل 800 جنيه، لا يعني سعره انخفض لأقل من النص. فكان 800 جنيه ده اقل من سعر تكلفة الامطار. التكلفة بتوصل ل 1500 جنيه 1500 حد ادنى ان ما زادتش، يعني في عجز 700 جنيه عجز 700 جنيه. احنا النهارده مطالبنا محدده كمنتجين، او انا كممثل منتجي القطن في مصر بقول لحضرتك طلباتنا محدده. تطبيق الماده 29 من الدستور اللي هي سعر ضمان للحاصلات قبل زراعتها. لابد من تحديد سعر ضمان بهامش ربح مناسب. المادة بتقول ايه فقرة من فقراتها؟ تلتزم الدولة بتحديد اسعار حاصلات الاستراتيجية بهامش ربح مناسب للمنتج بالتنسيق مع الجمعيات والاتحادات. انا كجمعية وكاتحاد تعاوني بقول لحضرتك ان التكلفة الحدية، واي مراكز بحثية تيجي تشاركني الرأي او تدرس معايا او تناقشني في الموضوع بقول ان التكلفة لا تقل عن 1500 جنيه. نعم. فانا بناء عليه بطلب ان احنا النهاردة الدولة تعلن سعر ضمان. طب في حالة ما يكون ما فيش سعر ضمان للرز اللي القطن، اوجد لي بدائل للقطن. ما انا البدائل في محافظات القطن هو الرز، يعني استهلاك مية زيادة. يعني واحنا عندنا مشكلة وعندنا مية. مشكلة مية. طيب. مشكلة مية. اوجد لي بدائل او دراسات لبدائل. البدائل اللي هي قطن قصير التيلة. يا فندم قطن قصير التيلة دي يعني احنا النهاردة برضو كنائب لرئيس اللجنة بقى هقول لحضرتك، اما النهاردة ان المحالك تطور نفسها لتستخدام القطن اللي يتم زراعته داخل مصر، لان مفيش دولة غير الدول المتخلفة هي اللي بتصدر مواد خام، لابد من استخدام الانتاج ده داخل مصر، نستغل الميزة النسبية اللي موجودة في القطن المصري داخل مصر، نطور محالجنا. وفي بعض الدول او بعض المستثمرين الاجانب عملوا محالج في ومغازل في المناطق الحرة بيستغلوا القطن طويل التيلة في انتاج خيوط رفيعة وطويلة، لان القطن المصري فيه ميزة نسبية كبيرة جدا. حاول شركات كتير مش شركة واحدة. النهاردة تصريح الوزير بان هنرفع الدعم، واحنا ما كانش فيه في يوم من الايام كان فيه دعم. ليه مش خدت 400 جنيه؟ لا على كل انطار؟ لا خدنا 1400 جنيه للفدان. انا قلت لحضرتك كانت استجابه اول سنه السنه دي، لكن انا النهارده مطلبي الاساسي على المدى الطويل انا عاوز ايه؟ وعاوز تحديد سعر ضمان للقطن نمره 2. طب ما ده دعم والوزير قال ما فيش دعم. يا فندم هو ده قرار حكومه وقرار ده دستور، محدش يقدر يخالف الدستور. مفيش هزار. مفيش فيه هزار. كون ان مجلس التشريع لم يتكرر، يعني مجلس النواب لم يعقد، لكن النهارده احنا خرجنا كفلاحين نوافق على قولنا نعم للدستور، لان في مواد منصفه للفلاح، في مواد محدده بتنصف الفلاح واحنا متمسكين بيه. هروح للمهندس حمدي عاصي وكيل اول وزاره الزراعه. هل قرار اللي اعلنه السيد وزير الزراعه بعدم دعم مزارعي القطن ده قرار نهائي ولا هتحدث فيه مراجعه؟ وهل انتوا التقيتوا بممثلي مزارعي القطن مثلا تتناقشوا معاهم وبعدين يطلع القرار؟ هو حضرتك القرار طبعا ليس نهائي، وكان قرار فجائي، واعتقد لو معالي الوزير شاور مساعدينه او قاعد مع مساعدينه ما كانش تم هذا الاعلان تماما. هو يعني انا بقول ان هو جات له فكره وقالها دون دراسه، انا بتكلم في منتهى الامانه، لكن لو كان عمل استشاريين وخد براي الاستشاريين التنفيذيين بتوعه ما كانش وصل الى ما وصلنا اليه. المعالي الوزير اول ما جه انا قلت له كده لفظ، قلت له انت عندك كارثه قطنيه هذا العام. كان المفروض يقعد معايا ايه كارثه؟ واحد اتنين تلاته. انا بقولوش مشاكل وحلولي، اتفضل يا فندم واحد اتنين تلاته اربعه. هذا لم يحدث. خلي بالك انا قلت له الكلام ده، بس هو كان منشغل بحاجات اخرى وترك المواضيع. طبعا في حاجات سياسيه لابد معالي الوزير يبقى معانا ياخد بها قرار انا ما اقدرش اخده، او المساعدين بتوعنا ما اقدرش ناخده، لازم نعرض عليه، لان الرؤيه السياسيه فوق احنا ما نعرفهاش. لازم هو يبقى موجود معانا. فكان قله مقابلته لمساعدينه بالاسبوعين فدي كانت عامله فجوه بيننا وبين معالي الوزير. طب انت شايف ان هذا القرار قابل للمراجعه؟ اكيد. مصر طول عمرها معروفه بالقطن،
قد يكون عندنا بعض المشاكل علينا ان نعترف بذلك. هناك مشاكل في القطن سواء كانت من الناحيه النوعيه او الانتاجيه والتسويقيه. احنا وزاره الزراعه المفروض يبقى عندها منظومه وعندها تخطيط لمواجهه مثل هذه المشاكل، ما تواجهناش المشكله وبعدين نغرق. احنا عشان كده انا قلت من شهر 3 مع ايمن بيه ابو حديد، قلت له هذا الكلام وزير الزراعه السابق. ولما جه الدكتور عادل قلت له نفس هذا الكلام، عندنا مشاكل وانا بحل 1 2 3 4 عشان تبقى معايا. انا ممكن اتعرض للسنه الجايه عشان احافظ على صفات القطن بتاعتي اللي بتتميز عالميا ان انا ازرع 5000 فدان بس. ليه 5000؟ اتفضل. لان عشان ارجع تاني الاصناف اللي بعض الشركات اللي بتتهم القطن بتلوثه، ان احنا نرجع نقاوه الاصناف مره اخرى الى سابق عهدها. لان من النهار ما كان التسويق حر واختلط فيه الحابل والنابل، كان لازم احافظ على قطن الاكسار. عشان احافظ على قطن الاكسار كنت بصطدم بالقانون 210، لان بيسمح ما فيش احتكار لشركه من الشركات. عشان كده طلبنا وعملت مذكره وتقدمت لرئاسه الجمهوريه لتغيير الماده 210 في القانون على اساس تسمح لشركه من الشركات ترعاها وزاره الزراعه او تراها وزاره الزراعه صالحه للمحافظه على تقاوي الاكسار بتاعه القطن. وللاسف الشديد الكلام ده انا كنت عايزها تطلع قبل 15 8. جمعيات يا حمد بيه، مهندس حمدي، حضرتك بتقول ان انت لفتت انتباه السيد وزير الزراعه لان هناك كارثه قادمه وينبغي ان نحلها، وان هو لو كان سالك ما هي الحلول كنت هتقدمها على الهواء. ما هي الحلول لو كان سالك حضرتك؟ اولا نمره واحد، احنا نتهم مصر ان الاصناف بتاعه القطن بتاعتنا الفائقه اللي هي محترمه عالميا غير متداوله عالميا ولا يوجد عليها طلب، انها اتلوثت. طب عشان نرد على هذا الكلام، اتلوثت لابد نعرف اسباب التلوث ده ايه. ان لما القطن اتساب حريه التداول فيه والاتجار، طلع التسويق التعاوني، بقت كل الشركات بتشتغل فيه. قطن الاكسار ما كنتش بلاقي له شركات تاخده، كان الجلابين اللي بيشتروه، مفيش عندي اجبار لشرائه. عشان كده قلنا لابد من تغيير القانون 210. ليه؟ عشان اقصره على احد الشركات تتعاقد معايا تاخد تاول اكسار. واخترنا الشركه القابضه للصناعات النسيجيه. الشركه ما عندهاش فلوس، احد المشاكل. بنك التنميه والائتمان يقتصر دوره على التمويل في مثل هذه المواضيع الهامه في الدوله، كان عليه ان يوفر التمويل، ما يدخلش تاجر، يوفر التمويل لهذه الشركه بفائده زراعيه بسيطه، والشركه دي تقوم تاخد هذا الكلام وهي اللي تقوم تحلجه وتسوقه وتبقى تطرحه شعر بعد كده. بس احنا خدنا البذره بتاعتنا ونحافظ على جزء 88 اللي زرعنا منه السنه دي بس 114 في الفدان. دكتور محمود، كنت بتقول لي في الفقره اللي فاتت، ده الاول انا بحيي الاستاذ حمدي على 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 شجاعته وجرأته والحق، كلمه الحق. بيقول ايه؟ والمشكله اللي عملت الزوبعه اللي في السوق النهارده عند الناس، ان الوزير ما استشارش الخبراء المتخصصين وطقت في دماغه. انا بقول التعبير، وما قالش طقت، هو قال ان جات له فكره، لا هي اسمها طقت في دماغه حاجه فطلع قالها. وده اكبر خطر علينا لما يكون مسؤول ما يسالش مستشاريه في اي حاجه. واحد. اتنين، انت النهارده لازم تسال سؤال بسيط. الكونكلوجن، الخلاصه بتاع زراعه قطن طويل التيله، سواء بقى تلوث ما تلوثش، قالوا قلنا، هيروح فين؟ في الاخر ده بيخسرني ولا بيكسبني؟ اخر سطر كده بيخسر ولا بيكسب مين؟ دوله ولا مزارع؟ الدوله والمزارع. نعم. الدوله بتخسر، دافع اظن 400 مليون جنيه دعم، خسرتهم او 350 مليون. نعم. طبعا مليار جنيه، 520 525 مليار جنيه، مليار جنيه على الموضوع. واحد. اثنين، الفلاحين مبسوطين كسبهم؟ لا، مظبوط. طيب انا بسال سؤال، هو ليه بنزرع قطن طويل التيله؟ يعني طالما احنا فاشلين على البذور ويلحق الماده 20 والراجل عمل والحكايه عملت، امال احنا ليه ما بنسالش السؤال اللي بعديه؟ طب لما احنا فاشلين في طويل التيله ومصانع مصر بتستورد 80% من ما تستهلكه قطن من كازاخستان، من سوريا، من بوركينا فاسو، طب ليه انا ما ازرعش قطن قصير التيله؟ الاول نطرح السؤال، ما ازرعوش ليه؟ عندك يا استاذ عمرو؟ لا لا، السؤال مهندس وليد. لا انا ارد انا على حضرتك. هو احنا الجو في مصر ادانا ميزه نسبيه ان احنا ننتج اقطان طويله وفائقه الطول، يبقى وبناء عليه، ما انا عاوز اقول لحضرتك، وبناء عليه اطور الميزه النسبيه ولا انا ارجعها لورا؟ اطورها بتطوير محالك. ازاي؟ ومغازل، احول بيها القطن طويل لقصير مثلا؟ لا، انا بنتج اقطان طويله التيل. نعم. بيتم استخدامها في الخارج، تماما المصانع الخارج عندي.
يعني النهارده هل انا اداني الجو اداني ميزه وليه ودنك كده يعني؟ لا يا فندم انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. اللي بيقول ان القطن المصري الاستاذ ليس عليه طلب علامه، مين اللي قال كده؟ اللي هو قطن طويل. طب انا هقول لحضرتك بعد تصريح الوزير. ما انا هقول. طب انت ليه بتستورد من الخارج قطن قصير التين؟ لان المحالج احنا بننتج غزول سميك مش غزول رفيعه. ليه انا ما تخصصت في عندي ماده خام، عندي ماده خام صالحه ان انا انتج غزول رفيعه، ليه ما انتجهاش واصدرها بره؟ يعني شايف المشكله مش عندك كفلاح، المشكله في المحالج يا فندم. انا اصلا الانتاج برمته مسؤوليه وزاره الزراعه، الانتاج برمته انتاج البذره وتحديد المناطق قرار السيد وزير الزراعه، تحديد مناطق زراعه القصير والطويل وفائق الطول قرار وزاره الزراعه، هم اللي بيحددوا البذره، هم اللي بينتجوا البذره، هم اللي بيحددوا كل شيء. حمدي انت تعلم ان محالجنا بتستورد 80% من مصانعنا من الخارج. أيوة. المغازل بتستورد فعلا من بره اكتر من 80%. مزبوط. ودي من ضمن الحاجات اللي بتاثر على القطن المصري. مزبوط. بتودي القطن المصري بنقول احنا خلاص دفناه او هنسيبه خلاص. احنا لازم نعرف المشكله. الدنيا كده لو عندنا مغازل قبل حكايه الخصخصه بتغزل كل الكلام ده، والقطن المصري مشهور عالميا بطول الغزل بتاعه، متانه الغزل، نعومه الغزل، اللي هو القطن المصري طويل التيله فن ومتوسط وفائق الطول. خدت بال حضرتك ده مرغوب عالميا وكان بيتحجز، لكن الدنيا لما اتغيرت والمصانع عندنا غيرت وجابت القطن ابو 600 جنيه او يقل عن 600 جنيه ب 570 جنيه، فكل المغازل ركبت المغازل عشان تعمل غزول سميكه للجنس وخلافه، بقت تفضل الاسعار الرخيص عشان ينتج. طيب. منتج المنتج النهائي بتاعه يبقى رخيص. طيب عزام يقول محمود بيه ليه ما نزرعش القطن قصير التيله؟ ليه بقى؟ لو زرعنا القطن قصير التيله جنب القطن طويل التيله بيحصل الخلط، هنا الكلام اللي احنا بنقول الخلط الميكانيكي، الخلط الوراثي، ونتيجه ان القطن طويل التيله سعره عالي فبيتم تهريب من المناطق اللي هي قصيره التيله، يتخلط مع القطن طويل التيله وبيحصل الخلط يتدهور القطن المصري. فخدنا قرار ان الاقطان قصيره التيله تتزرع بعيد. في وجه ابلي الجيزه في وجه ابلي. لك ان تعلم ان مثلا محافظه زي محافظه الفيوم مع اننا استصدرنا قرار بمنع نقل القطن خارج المحافظه، الا ان قطن المحافظه اكثر من 60% خرج من الفيوم وراح الشرقيه. طبعا. راح للمحالج في الشرقيه هناك يختلط مع القطن الثاني على اساس ان هو بيبقى اعلى سعرا، وللاسف هذا الموسم لاول مره في التاريخ يتباع القطن قصير التيله في مصر اغلى فوق ال 1000 جنيه، والقطن الثاني ينحضر من 1200 و1400 الى 800 جنيه. الكلام ده ليه؟ ليه؟ ينقصنا التخطيط. تخطيط والبعد وملاحقه المشكله ودراستها قبل ما تحل علينا المشكله. يعني تبقى حلول يعني استباقيه. المفروض يا فندم مش انتظر المشكله تقع، المشكله تجيلي واقعد ادور على حلها ما اعرفش احلها. لا. الكلام ده لو انا عندي حلول لهذا الكلام يا فندم، احنا ليه قلنا طلبنا الاول دعم للفضلة بتاعة الموسم السابق؟ احنا كنا طالبين 200 جنيه لكل انطار، رفضته المغازل، قالت لا مش هيكفيني، فتنينا نتفاوض لما وصلوا اتفقنا على 350 جنيه. 350 جنيه المفروض عندي مليون و100 الف انطار، فقدرناهم ب 520 مليون جنيه. الحقيقه ابراهيم بيه محلب الحكومه وافقت وادت لينا فوره على ان يصرف هذا الدعم قبل 10/8. ليه 10/8؟ على اساس ان احنا نصرف القطن القديم بتاعنا والشركات تاخده والمغازل تاخده وتغزله ويدخل الموسم الجديد على قطن ايه؟ ما عنديش رصيد. ما عنديش رصيد. ايضا الشركات اللي هي جايبه قروض من البنوك يبقى اتفرج عن القطن بتاعها، خدت الفلوس بتاعتها، بقى معاها سيوله، بقى في انتعاش اقتصادي، تدخل للموسم الجديد تشتروا القطن الجديد، يبقى فيه هنا عرض وعرض وفي قوه اقتصاديه، المفروض الاسعار تزيد. للاسف الاسعار نزلت. ليه؟ لان لم يصرف هذا الدعم ولم يعرض على معالي الوزير الا في 10 نوفمبر عشان يجيب الفلوس من وزاره الماليه. تعليقك اسمح لي بقى على حاجتين. اللي احنا بنقوله ده بره يعني زي اللي رقصت على السلم. بمعنى ايه؟ انت عاوز ايه؟ انت فاشل كل مره بتطلع لي، مش ما بقصدش حد، بقصد احنا كلنا. احنا فاشلين ان احنا لا نحفظ البذره عدم الخلط بينها،
وزير الزراعة أمين أباظة وعندي المساندات دخل قطن فيه بذور عكس الحجر الزراعي وقفه، وبالتالي طبعا مش قادر أمنع البذور وأمنع الخلط، ومش عارف أسوق، ومش عارف أدي الفلوس حتى للفلاح قبلها، ومش عارف أعمل حاجة خالص. واضح واضح كده. هو احنا بنخترع العجله بالظبط كده. طيب حضرتك ما تقرر بقى، ده مدبر يا محمد. قول مدبر من اقول لحضرتك من قطر. لا 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 اقول لحضرتك. لا لا استناني بس، احتكار تجريد للاحتكار. هخلص بعد اذنك. طب اخد بعد اذنك بس. شوف حضرتك، لو قعدنا نسمع دايما ان في حد تاني هو اللي بيسبب مشاكل، لا جوان واحنا براء، ده مرفوض تماما. المشكله فينا 90% اللي يحط اللي انت فهمته من القعده. انت لازم تقرر انت ناجح في طويل التيلة. خلاصة كونكلوجن، لو زرعنا طويل التيلة هنكسب فلوس ولا هنخسر فلوس؟ هنخسر فلوس حسب الكلام اللي احنا سامعينه. اتفقنا؟ اه. طيب ننقل على اللي بعده. لو لغينا طويل التيلة ده خالص نسيناه، خلاص، لان هبقى فاشل ان نعمل حتى عزلة نزع في الصعيد هيخلطوه، وحضرتك قلت الكلام ده هيتخلط هيتخلط. طيب لو نسينا القطن طويل التيلة نفكر وجبنا قصير التيلة، السؤال هل اعرف اطلع 14 امتار في فدان زي اسرائيل اللي بدأوا يطلعوا قطن اصلا ملون مش بيصبغوه؟ يعني لو عاوز قطن ازرق يطلع لي قطن ازرق، بدا الحلم الحديث يطلع كده. دي طماطم سودا، طماطم بني، طماطم خضراء في العالم بره. هل انت عندك بحوث زراعيه وعندي بذور ومنتقاه وتقاوي ونظام اشراف وغيره وغيره ان اطلع 12 14 15 انطار في الفدان؟ ولا برضو لو حتى خسرت قصير طويل التيله وجزع قصير التيله هحتاس نفس الحوسه؟ ده السؤال. وان كان هيبقى اسهل، اسهل ليه؟ لان انت لو زرعت قصير التيله و80% من مصارعك بتاخد قصير التيله، طب ما انت ضمنت، مالكش دعوه انت وزاره ولا دوله. صح. ما الفلاح هيديه المصنع وخلصنا، ايه مشكلتك؟ عاوزين اجابه محدده. الاخر يساوي طويل ولا قصير؟ اختار. طويل اهلا وسهلا، قصير احسن وسهلا. طب وقصير هتفشل كمان؟ لا القصير المفروض لا. لو مش هفشل ازرع قصير. طب لو هفشل في الاثنين، ما فيش حل ثالث. لو هفشل في الاثنين اروح. ليه هزرع مليون فدان ليه؟ مفيش مليون. وايه؟ انا عاوز اعمل يعني مداخله بسيطه في الجزئيه دي. اتفضل. النهارده في دعمين طلعوا للقطن موسم 12 13 ودعم موسم 13 14. قطن 12 2012 2013 طلع دعم للفضله بمقدار 350 جنيه للانطار. قبل دعم 2014 2013 2014 بشهرين ونص. تقريبا كده حوالي 70 يوم. دعم ال 1400 جنيه ده خرج فورا للفلاح وتم انهاء عليه حوالي 525 مليون جنيه. ويشكر السيد الرئيس لاستجابته للمشاركه في دعم الفلاح في ودي اول مره يستفيد الفلاح بدعم مباشر في جزء من مصروفاته. الدعم ال 350 جنيه ده كان بتاع شركات حجب 90 بيمثل حوالي 500 مليون، وشركات كانت واخده ديون من البنوك حوالي 500 مليون، حجب مليار جنيه عن المشاركه. اصبح اللي بيتاجر في القطن حفنه شركات. السعر السوقي مش 800 جنيه، السعر السوقي لا يقل عن 1050 1100. ده اللي بتقول عليه الاحتكار؟ الاحتكار. ما هو ما صرفتش الدعم في وقته. انت عملت دعم زي ما الدكتور محمود بيقول رأسنا على السلم، لا خرج في وقته. لو خرج من اول السنه ما كانش فيه فضله وبنص الكميه. يعني عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب ده ادى لخساره في جميع الجوانب. لو الدعم ده خرج في وقته المناسب كنا احنا ما كانش عندنا فضله. طيب معايا على التليفون مهندس محمود فوزي رئيس لجنه المتابعه بوزاره الزراعه، شايف الفقره وله تعقيب. اتفضل يا باشمهندس. اهلا بيك يا محمد بيه. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. بس تعقيب صغير. اولا لم يصدر قرار من وزير الزراعه بالغاء دعم القطن. ده كان احنا ما قلناش قرار، ده مؤتمر صحفي عقده السيد وزير الزراعه ومؤتمر معروف. يعني لو تسمح لي اكمل جملتي بعد اذن حضرتك. نعم. اولا لم يكن هناك دعم مسبق لمحصول القطن في الفتره السابقه منذ تحرير الزراعه في التسعينيات وحتى الان. احنا قلنا الدعم كان بياتي من الحكومه لصالح الشركات، وهذا العام بقرار رئيس الجمهوريه الدعم كان للمزارع، ونظرا للتاخر حصلت الشركات على الدعم بصوره او باخرى. المزارع اللي خد 1400 جنيه، الشركات قللت سعر القطن وخدته منه.
الازمه زي ما قال الدكتور محمود عماره لازم نعرف احنا عايزين نعمل ايه ونخطط له عشان يكون مردوده ايه. طب انتوا مخططين كوزاره الزراعه؟ هكمل لحضرتك. المشكله ليست مشكله وزاره الزراعه وحدها، الازمه ان المخازن الموجوده في مصر تخزن اقطان قصيره التيله. القطن المصري طويل التيله لا يجد مصانع تصنعه، وبالتالي تحدث الازمه وبيكون سعر القطن قليل. الحكومه حكومه تضامنيه، وزاره الزراعه، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، وزاره التموين، وزاره الداخليه. احنا في ازمه. اللي صرح بيه الدكتور عادل البلتاجي بيعيد فكره التسويق التعاوني في ظل التحرر اللي حصل، بيقول هنعمل زراعه تعاقديه، الشركات تيجي. يا شركات انتوا محتاجين من صنف قطن 86 كم امتار؟ محتاجين من 92 كم امتار؟ محتاجين مليون امتار، 2 مليون امتار، 3 مليون امتار. يبقى انا على ضوء ده هحدد المساحات اللي انا هزرعها في المحافظات، وبالتالي يحدث التعاقد بين الشركات والمزارع من خلال الجمعيات التعاونيه. هذه واحده. الثانيه، اذا كان المهندس حمد عاصي وكيل وزاره الزراعه وهو يرأس الاداره المركزيه للتعاون مسؤول عن الجمعيات التعاونيه الزراعيه وعددها 5000 جمعيه تعاونيه زراعيه في مصر، لماذا لم يفكر ويبدع ويأخذ القرار بتعاقد التعاونيات الزراعيه مع المزارعين ويعدينا فكره التسويق التعاوني؟ ده والا يهاجم قبل ما يخرج على المعاش بثلاث ايام. طرده. نحن مش بنصيب اخطاء. نعم اتفضل. نحن في ازمه، نحن في ازمه حقيقيه، نحن نتصيد الاخطاء لبعضنا البعض. ازمه القطن في مصر او ازمه اي مشكله موضوع اخر في مصر هي ازمه اداره. نحن نحتاج الى اداره. وزير الزراعه بيقول انا عايز زراعه تعاقديه. الشركات تتعاقد مع المزارعين من خلال الجمعيات التعاونيه الزراعيه. لم يصدر قرار بالغاء الدعم. هل حضرتك مهندس محمود، لحظه بس، هل انتوا كوزاره حطيتوا استراتيجيه او خطه للعام الجديد؟ الفلاحين بعد شهرين مفروض بدء موسم زراعه القطن. هيزرع ايه الفلاح اللي عاوز يزرع قطن؟ كان في اجتماع يوم الاربعاء اللي فات، وفي اجتماع يوم الاثنين اللي جاي بحضور الشركات لاستكمال المناقشات حول موضوع القطن. على ضوء ده خلال 15 الشهر الحالي هتتحدد مساحات القطن واصنافه وانواعه على ضوء العروض اللي جايه من الشركات لوزاره الزراعه. وزارة الزراعة بتقوم بدور الوسيط بين الشركة وبين المزارع، زي ما بيحصل في محصول البنجر، محصول بنجر السكر، وزارة الزراعة بتكون وسيط في التعاقد بين المزارع والمصنع. فنفس الفكرة هتتطبق في القطن، كما طبقت أيضا في القمح السنة اللي يعني لسه هيبقى في اجتماع تتدارسوا فيه ده. طبعا. طيب اسمح لي دكتور محمود عمارة عايز يتدخل مع حضرتك، اتفضل. سؤال سهل. لو حضرتك قلنا للمصانع هتتعاقد في حدود 100,000 فدان، على فرض. تمام. من 300,000 فدان. تمام. هنزرع 100,000 فدان طويل التيله وخلاص، ولا هنزرع تاني 200,000 فدان قصير التيله في اماكن تانيه؟ وهل لو زرعنا 200,000 فدان في اماكن تانيه هنضمن، وده مش اكيد طبعا، هنضمن عدم الخلط ولا هيحصل ايه؟ واحد. اتنين. تمام. السؤال التاني. اتفضل. لو النهارده قررنا نزرع قصير التيله جنب طويل التيله، هل انا عندي تقاوي والزراعه بعد شهرين في مارس؟ تمام. السؤال الثالث بالمره بقى، طالما فاشلين نحدد ونجتمع ونقعد ونقرر ومتاخر ومتقدم ان احنا نزرع 300,000 فدان قطن ايه؟ رايحين نزرع مليون فدان ايه؟ وليه؟ وازاي؟ اتفضل. ارد؟ اتفضل. اتفضل. دكتور محمود، اولا انا معجب بحضرتك وبافكارك، وخليني ارد برضه واخد من كلام حضرتك الرد. احنا ليه نزرع 100,000 وليه نزرع 200 وليه نزرع 300؟ انا هزرع المساحه، احدد المساحه على ضوء التعاقدات اللي هتتم مع الشركات. دي نمره واحد. الاصناف سواء طويل التيله او قصير التيله برضه على ضوء الاتفاق اللي هيتم مع الشركات. يعني اذا انا هحدد مساحه القطن على ضوء اللي انا هبيعه. هقول والله الشركات دي عايزه مني كميه قد كده، هذه الكميه تطلع من 300,000 فدان، يبقى انا هزرع 300,000 فدان. 300,000 فدان بيحددوا في المحافظات الاكثر احتياجا للقطن، لان هناك بعض المحافظات زي كفر الشيخ والبحيره وشمال الشرقيه في مساحات فيها ما ينفعش الزرع غير قطن، نظرا لمروحه الارض ومشاكل متتعلق بالارض نفسها يعني. هذه واحد. بالنسبه لمساله ان انا ليه بطرح فكره الزراعات التعاقديه دلوقتي؟ لا مش ده السؤال، لا لا. لو انا قررت ازرع 100,000 فدان طويل التيله و200,000 فدان مثلا من 300 قصير التيله،
هقرر ده لسه بعد اسبوع واجتماع وسؤال وحاجات زي كده. وزراعه فارس يا دكتور اجيب من ايه والسعر كام؟ طب ما البذور جاهزه انتوا جاهزين؟ السعر كام يا دكتور؟ اللي هي قصيده تيله يا فندم. البذره موجوده يا فندم، البذره موجوده، وقصيده تيله بيزرع في محافظات الصعيد، طويله تيله بتزرع في الدلتا، والبذره موجوده اوريدي، البذره موجوده. طب تمام. طب حلو، امن الناس يعني، قول للناس انا عندي تقاوي تكفي مساحه 200,000 فدان، لو احتاجنا، لو قالت الدراسه ان هنزرع 200,000 فدان. طيب سيبك من تبع المليون فدان هتزرعوهم ايه؟ لو ايه يا فندم تاني معلش؟ المليون فدان مش مسؤول عن اللي هو مشروع الرئيس، مش ما يعرفش، ما اعتقدش مسؤول حضرتك، مش مسؤوليتك. لا 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 لا، مش موضوع المليون فدان ده، مش موضوعي. لا مش طيب، مش موضوع. طيب هناخد تعليق من المهندس وليد السعداني رئيس الجمعيه العامه لمنتج القطن. انتوا راضيين على السياسه دي؟ كمان اسبوع وزاره الزراعه هتقعد معاكم. لا بعد بكره يوم الاثنين يا فندم. احنا كنا في اجتماع السيد الوزير، نعم، ما تمش اعلان اسعار. النهارده الكلام بيقول ايه؟ الشركات هتعاوزه كميات قد ايه، لكن بسعر كام ده ما تمش. انا ليا تكلفه انتاج. هل طب مهندس محمود ليه ما تمش تحديد السعر عشان الناس الفلاح قبل ما يزرع يبقى عارف راسه من رجله؟ المهندس وليد كان موجود في الاجتماع التحضيري مع الشركات يوم الاربعاء اللي فات. ايوه كده يا باشمهندس. ايوه يا فندم. حضرتك كنت موجود؟ ايوه يا فندم. ممثلين الفلاحين، نقابات وجمعيات تعاونيه. ايوه يا فندم. التعاونيه ومزارعين القطن كانوا موجودين. كله انا كنت اول واحد موجود. طبعا وكنا بنتناقش، والوزير قال ان انا لا ادافع عن الوزير بالمناسبه يعني. انا ادافع عن سياسات وعن افكار جديده بتطبق، يعني فكره الزراعه التعاقديه دي لحمايه المزارع مش لحمايه وزاره الزراعه. يا دكتور احنا مع بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا مع الزراعه التعاقديه لكن بسعر. انت حضرتك بتقول اسوى بالبنجر واسوى بعد المحاصيل. ما انا هقول لحضرتك، انا متواصل او في تواصل ما بيني وما بين الشركات. الشركات لن تعلن اسعار، وانا باخطر حضرتك من دلوقتي، الشركات لن تعلن اسعار. بتقول احنا سياسي النهارده يا دكتور، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. في اسرائيل الشركات دي في مصر، ومصر فيها حكومه وفيها دوله. الحكومه عليها ان هي تحدد. انا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، انا طلبت من الوزير طلب محدد. النهارده ماده 29 من الدستور بتلزم الدوله بتحديد سعر عادل او سعر مربح للفلاح للحصيلات الاستراتيجيه. لو بنعتبر القطن سلعه استراتيجيه، وده طبعا من ايام محمد علي، وده اللي عمل نهضه زراعيه في مصر، بنطالب دلوقتي بنقول سعر القطن. انا هزرع في بدايه في شهر 3. انا من كفر الشيخ، من ومن كبار زراع القطن. بقول لحضرتك النهارده باين لي طريقي، انا هزرع بكام، هيبقى سعر كام. هل النهارده طبعا انا مش هقول وزاره التجاره، فعلا وزاره الزراعه مش هي المسؤوله لوحدها، وزاره التجاره وزاره الزراعه وزاره الصناعه وزاره الاستثمار مجموعه. والنهارده احنا قلنا يمكن لمندوب وزاره التجاره مستشار وزير التجاره والصناعه، قلت له احنا مش في جزر منعزله، احنا قاعدين على ترابيزه واحده، كل واحد يحدد. انتوا بتقعدوا ما بتوصلوش لحل. ما بنوصلش الحل على فكره. انا النهارده طيب طلب محدد يا محمد بيه، الطلب محدد، سعر القطن السنه الجايه قبل ما ازرع طبقا للدستور هيبقى كام؟ بيقول لك انتوا عايزين هتعملوا اجتماع يا فندم الشركات. لا طب ما فيش عندي سعر. هو انتوا ممكن ما تزرعوش؟ انا هقول لحضرتك، كلم اعمل مداخله مع رئيس الشركه القابضه او رئيس اتحاد المصدرين، لو عنده تحديد سعر رئيس القابضه الدكتور جاي لبكره هنا في البرنامج. طيب عشان نفتح ملف الغزل والنسيج. مفرح البلتاجي رئيس الاتحاد المصدرين. اسمع لي يا محمد بيه. طيب لا انا عايز بس تعليق حضرتك، لان مهندس محمود فوزي بيقول لك مباشره، عملت ايه وانت المسؤول عن 5500 جمعيه زراعيه؟ هو لا يعلم عن الجمعيات دي حاجه. اولا اول ما هو اول من ينادي بالزراعه التعاقديه حمد عاصي، حمد عاصي اللي اسس التعاون، حمد عاصي اللي كان عايز يعمل فعل للجمعيات التعاونيه دور. هم خدوا دور الجمعيات يرجعوه تاني للبنك اليومين دول في الاسمده. تخبط وزاره الزراعه في هذه السياسات بسبب الكلام ده. القطن امتى ينجح؟ يبقى زي القمح، لما اعلن عن سعر القطن سعر محدد مرضي للفلاح، الفلاح هيزرع وهيسمع كلام وزاره الزراعه، يبقى متسوق. لكن انا ازرع واعمل زراعات تعاقديه اجبر الفلاح على زراعه، هو طب هيسوق بكام؟ زي ما قال وليد بيه، لابد ان يكون هناك سعر نهائي عشان الفلاح يقدم على الزراعه. احنا نجحنا في القمح،
لان وزاره التموين واخداه ما بتتكلمش فيه. البنجر الشركات للاسف هي اللي بتجيب التقاوي وهي اللي بتحدد الصنف في البنجر وهي اللي بتفرضه على الفلاح والعلاقه بين المزارع وشركات البنجر. على وزاره الزراعه ان ترعى هذه العلاقه علاقه جيده وتنظمها حتى لا يكون الفلاح فريسه لشركات البنجر. ووزاره الزراعه هي اللي تحدد. يعني انت عملت شغلك في الجمعيات يا فندم؟ يا فندم ما هو بيقول لك انت ما عملتش يا فندم. انا مش عايز ارد عشان بس دي مواضيع اخرى بنتشعبط فيها. طيب خلي بالك، خلينا في المهم، خلينا في المهم. لما تنجح الزراعه التعاقديه يا فندم لابد يبقى في طرفين اللي هو المنتج والمسوق. والمسوق لابد ان يكون هناك سعر عشان الفلاح يقبل على هذه الزراعه. محمود بيد دكتور محمود قال بين القصير والطويل. ممكن تحط اسس للكلام ده وتنجح فيه وزاره الزراعه تماما وتعمل مناطق معزوله اللي هي للقصير الطيله في الصعيد وطويل الطيله في وجه بحري، ويبقى في ضوابط لعدم نقل القطن وتتدخل وزاره الداخليه مع المحليات في الرقابه على مثل هذه المواضيع تماما. من ناحيه البذور، البذور موجوده، واحنا قلنا كمان عشان نحافظ على البذره قلنا لابد ان احنا نعدل القانون عشان نخلي جهه واحده تزرع الاقطان الاكسار حتى نحافظ على البذره، عشان لما حد يقول انا عايز قصير التيله اديله، عايز فائق الطول اديله. على فكره قطن طويل التيله الشركات العالميه في سويسرا بتستناه بتنتظر. طب اخد تعقيب اخير من المهندس محمود فوزي، اتفضل. بقى محمد بي، احنا يجب ان نتناقش بموضوعيه بعيدا عن اي امور لها علاقه بالشخصنه او الحسابات. هو الهدف والله احنا ما بنشخص، انا ماليش علاقه باي حاجه، انا يهمني الفلاحين وازمه بس. انا عارفك، قول لي جمل محدده كده، الفلاح هيزرع قصير ولا طويل؟ هيلاقي بذور ولا لا؟ جمل محدده في علاقه تعاقديه؟ كل عام كل عام سعر كام؟ بس قول لي الكلام، السعر كام؟ اديني السعر. كل عام، لان فلاحين مصر قاعدين بيتفرجوا دلوقتي. مناطق زراعه القطن واصنافه حسب السياسه الصنفيه لكل منطقه. هذا العام الجديد المتغير هو تبني فكرة الزراعة التعاقدية لمحصول القطن لأول مرة من عام 92 بعد أن تخلت التعاونيات أو تخلت سعر العلاقة التعاقدية. كام جنيه؟ ما أنت مش عايز تقول للإنطار كام؟ ما يقدرش يقول. أنا ما أعرفش، إحنا في تفاوض مع الشركات والشركات دي بتاخد وقت في التفاوض معاها. ويوم الاثنين هيحسم الأمر، هيحسم يوم الاثنين القادم وهيعلن السعر زي ما بيعلن سعر القمح قبلها، هيعلن سعر القطن. حاضر، أنا بشكر حضرتك مهندس محمود فوزي رئيس لجنة المتابعة بوزارة الزراعة على مداخلتك. فهمت إيه من كل الكلام؟ هقول لك حاجة؟ ده أنا إيه؟ مش هيتعاقدوا وكده؟ ما أنت شايف هو في المشكلة دايماً لعلمك أنا تقف وأنا اللي بديك. هقول لحضرتك المشكلة إيه؟ يعني أنا كفلاح حاجة أقول بص هقول لك أو أروح باني على فدان القطن وأعمل أنت مش شايف وأعمل بتل ولاد أنت مش شايف الكرة ماشية إزاي؟ اجتماع اصل البتاع اصل الفلان اصل علان والحكايه دي هتطول شويه. طب عندي سؤال اسهل من القطن. خلي القطن اعمل له انت حضرتك قاعده كده. لا ده انا ما نعمل القعده دي قبل اسبوعين. قول لي بس في اوروبا الدول المتقدمه بيعملوا ايه في الحاجات. انا عاوز اكلمك على القطن المصري بره سمعته. انا دخلت في اسبانيا من شهر اجزخانه، جبت قطن كنت عاوز اعمل عندي جرحه كده. قطن ادتني بتاع قد كده، يعني ما جيش قد ربع القلم ده. بكام جنيه؟ كوتون دي جيبت قطن مصري في الصيدليه. ب 19 يورو معاها بتاع بلاستر كده يعني صغير كده ب 200 جنيه. لما كان اروح هناك اجيب فوطه في امريكا مكتوب عليها كوتون دي جيبت، للاسف بتتصنع في الصين بس ما بيكتبوش عليها ميد تشاينا بالكبير، ميد تشاينا بالصغير جدا بس الكبير ايه؟ كوتون اوف ايجيبت. ده مش الصناعه، القطن نفسه حاجه غاليه جدا، ولكن استهلاك العالم قد ايه؟ 2% من كل القصه بتاع القطن كلها في العالم. السؤال هنعرف نزرع قطاويل التيله والحكومه ما تدفعش دعم والفلاح يكسب ولا لا؟ حسب الكلام اللي انا شايفه كده لا. السؤال اللي بعديه هنقرر قبل مارس وهنقعد لسه نجتمع ونتخانق قبل والوزير ممكن يمشي وده مش عارف يحصل له ايه والحكايه تجرى ايه؟ هنلحق الفلاح في الاخر يعرف اخر جمله السؤال الاخير بكام التعاقد على الانطار؟ العلاقه التعاقديه دي في العالم كله شغال، انا كنت بعملها مع افريقيا وانا في فرنسا. مش قضيه انك تعمل تعاقد مسبق، القضيه فين؟ ان مفيش حد بيقرر، الكوره بتروح وتيجي ما تفهمش حاجه. طب عندي سؤال اسهل من القطن، الذره. انت بتقول فلاح المزارعين في كفر الشيخ والمحافظات دي البحير ما يزرعش رز اكتر من 1,200,000 فدان علشان الميه. عشان الميه، احنا بنزرع لغايه 2 مليون فدان حاليا و2 وي كمان. طيب بيجي الفلاح يقول لك طب ازرع ايه مكان الرز؟
اللي ينفع الذره. يقول لك طب هتعاقد معايا على الذره ونزع ما زرعش رز وزع ذره. الدوله تقول لك من القمح باخده لان انا باكله وزاره التموين، لكن الذره اللي بياكله مين؟ منتجي الطيور الدواجن. طب ما اجيب اتحاد المنتجين اللي بيستورد 5 مليون طن واشوف هو عاوز مواصفات ايه للذره، اذا كنت اقدر اعمل له نفس المواصفات الرطوبه وغيره والبروتين اعمله له واتعاقد مع ده، وده يبقى المفيد لان عنده 800,000 دايره زرعنا وما خدوش. طيب بالظبط كده، لو انا زرعته الذره وما خدوش بس بنستورد 5 مليون طن ارجنتين برازيل. طب ما نزرع على حسب السوق محتاج ايه يا فندم. زرعنا متعاقدين وما خدوش. طيب ليه تعليق في هذا الموضوع؟ لا ما انا لازم احكي مشكله يعني انا وليد بس خلينا نخش عشان حته الجامعات بس اما انا في القط عشان حته الجامعات. اولا في الذره يا فندم احنا بنستورد زي ما قال محمود بيه 5 مليون طن ذره كل سنه، ذره اصفر. احنا بنزرع 2.8 من 10 مليون فدان ذره بس للاسف كلهم شامي ابيض. طب ليه ما نزرع اللي سوق حضرتك بدانا السنه دي في الجامعات نعمل نشر لزراعه تغيير زراعه الذره الشاميه البيضاء بالذره الصفراء. زرعنا اكثر من 411,000 فدان السنه دي على اعتبار ان يبقى في علاقه تعاقديه بين اتحاد الدواجن منتجي الدواجن وهذه الجمعيات على 350 جنيه للارداب. ما رضيوش خفضناه ل 300 جنيه يعني الطن يساوي 2150 جنيه. لك ان ترى قعد المطوحه والكلام ده معروض النهارده بكره بعده بكره بعده بكره لحد السوق ما طلع المحصول والسوق العالمي انخفض الى 1590 جنيه الطن. تعالى يا اتحاد منتجي الدواجن ازاي اخد انا ابو 2150 واسيب ابو 1500 زي حكايه القطن. لكن لو احنا عندنا تخطيط مستقبلا وبنقدر نقول احنا هنواجه المشكله امتى وناخد لها قرارات من بدري مش دلوقتي. يعني انا لما اجي اتكلم في القطن ما اتكلمش ساعه زراعته، لا انا لازم ابقى عندي سنه بدري بخطط للكلام ده. طب ازاي اقنع الشركات ان هي تزرع معايا قطن بالتعاقد؟ مهندس وليد سعداني، ازاي ذره بالتعاقد؟ ليك تعقيب بس عايز اقول لك هذه الفقره الساده كبار المسؤولين في وزاره الزراعه مهتمين بيها جدا، ومعايا على التليفون دكتور علي اسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب السيد وزير الزراعه. اتفضل يا دكتور علي. تشكر يا استاذ محمد وعلى ضيوفك الكرام. اهلا الباشمهندس حمد عاصي يا رب يكون الحل عندك ونسمع الفلاحين النهارده اللي عايزين يزرعوا قطن تبل رقهم بحاجه. والله يا فندم يعني زي ما طبعا الدكتور محمود عماره بيقول احنا هنقعد نلف، لا احنا ما بنلفش ولا حاجه، احنا الدوله واضحه ولاول مره الدوله تبتدي تحط استراتيجيات واضحه عشان نقدر نبقى ما عندناش اي تاثير على الفلاح المصري. الفلاح النهارده لما يبقى قدامه الخطوط واضحه والاختيار واضح النهارده هو قبل ما يدخل على الموسم لازم زي ما احنا بنقول يكون متعاقد، يكون قدامه رؤيه حقيقيه ما يسيبوش يغرق زي ما حصل العام الماضي وفي الاخر استنى ان الدوله تتعطف عليه وتدي له دعم. طب ده زي الفل، قول لي بقى هتعمل ايه؟ يعني رقم واحد جاوبني والنبي اجابات قصيره. الموسم زراعه القطن بعد شهرين، هتزرعوا طويل التيله ولا قصير التيله؟ يا فندم ما عندناش زراعه قصير التيله، ما فيش في مصر دلوقتي حاجه اسمها. يبقى الفلاح هيزرع طويل التيله، صح كده؟ عندنا طويل التيله وعندنا فائق الطول، لكن ما عندناش قصير التيله. عشان بس لا حد يتكلم، احنا ما عندناش في مصر لحد دلوقتي اصناف قصيره التيله. طيب اذا الفلاح بعد شهرين هيزرع طويل التيله. بالظبط، يبقى اسمع. طيب لما هيزرع طويل التيله الوزاره قالت انها مش هتدعمه. يا فندم احنا الوزاره لا تدعم، الوزاره بتدعم في النواحي. لا لحظه بس لحظه عشان الخدميه، الوزاره بتدعم في المكافحه بشكل دوري من ساعه ما القطن بتزرع. طيب هتجيبوا علاقه تعاقديه ازاي لمصانع تشتري من الفلاح بينما المصانع محتاجه قصير التيله؟ لا بص يا فندم دلوقتي اذا كنا بنتكلم احنا كلنا في مركب واحده ودوله واحده، لابد ان الدوله اذا كنت انا هستورد يبقى لازم اضع رسم وارد على الاقطان، اوقف مرحله معينه من استيراد الاقطان، الكميه اللي تعدي الكميه الاحتياج المحلي ابتدي استورد. ده المفروض ان انا عندي خريطه تكون واضحه لدى الحكومه في الموسم القادم. يبقى انا عندي كميه، انا بستورد السنه دي 2.5 مليون امتار وانا في الانتاج بتاعي 2.6 مليون امتار، يبقى انا في الاخر انا بستورد تقريبا قد ما بنتج في المرحله الحاليه. يبقى انا مش هفتح باب الاستيراد الا بعد ما اخلص الاحتياجات الخاصه بالصناعه والجزء المرتبط بالتصدير. انا عندي الاصناف فائقه الطول وزي ما قال دكتور محمود، انا عندي السوق العالمي في القطن قد ايه للاقطان طويله التيله وفائقه الطول
5% من الانتاج العالمي. 2%. يبقى انا لازم احدد احتياجاتي قد ايه في ارتباطات دوليه، ودي مسؤول عنها اتحاد المصدرين، وقد ايه مسؤول عن السوق المحلي والمغازل المحليه اللي تاخد مني من الاقطاب بتاعتي. طب الفلاح عاوز يعرف هتشتري منه الانتار بكام؟ العلاقه بتاعتك يا فندم، المفروض ان انا بحدد تكاليف انتاج حقيقيه. تكاليف الانتاج الحقيقيه دي بتديني الحد الادنى للسعر والتكلفه اللي هو كان تقريبا متوسط. يعني النهارده انا النهارده بتكلم في حدود 1200 1300 للانتار الواحد. المفروض دي السعر متوسط السعر المجزي، على اساس ان الفدان بيجيب من 8 ل 7 ل 8 ل 9 انتار حسب المكان، فده بيجيب له حوالي 8 9000 جنيه الفدان. ده الحد الادنى المفروض ان يبقى عندنا اسعار استرشاديه اللي احنا هنبتدي نتعاقد عليها. زادت الاسعار يبقى استرشادي ولا طب بيجيب. عفوا بعد اذن حضرتك دكتور علي، مهندس وليد السعداني رئيس الجمعيه العامه لمنتج القطن عايز يعقب على كلامك. ازيك يا دكتور علي؟ اتفضل. انا باشمهندس ازي صحه حضرتك؟ ربنا يخليك. عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. انا متواصل مع مع الشركه القابضه للغزل والنسيج واتحاد مصدرين، الاثنين مش عاوزين يعلنوا اسعار النهارده. التكلفه انت حضرتك عارف يعني انا 1300 1400 انا هتوافق معاه في اي سعر هو هيقوله. هم مش عاوزين ياخدوا بالسعر ده او مش هيعلنوا السعر ده. هل النهارده الفجوه ما بين تكلفه الانتاج والسعر اللي موجود مين اللي هيغطيه؟ طب تكلفه الانتاج الانطار قد ايه؟ ما انا بالنسبه لي كفر الشيخ لا تقل عن 1500 جنيه. طيب 1500 هتلاقي حد مشتري ب 1700؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها فدان. بص يا حاج وليد، ما تقوليش ب 1500 جنيه تكاليف انتاج. 1100 احنا خلينا بس نتكلم كلام منطقي. طيب اتفضل. الفدان انت بتاجره بكام؟ بتصرف عليها قد ايه؟ تهاوي كماوي بتكاليف انتاج. الفدان بتاجر بخمسه ووصل لسبعه. لا خليه باربعه. ما عنديش فدان بتاجر ب 7000 جنيه. نعم. مفيش فدان هيتاجر. يا دكتور علي يا دكتور علي احنا مش هنختلف ولا هنتكلم في دي. خليه 1300. 1300 مناسب؟ اعتقد لما نيجي نحسب السعر الاسترشادي اللي احنا كنا عاملينه السنه دي كام؟ احنا مش عاوز، انا عاوز سعر ضمان طبقا للدستور. يا دكتور علي انا عاوز سعر ضمان وليس سعر استرشادي. انا النهارده ماده 29 من الدستور بتقول سعر ضمان. يا فندم سعر الضمان انا لو سبت القصه اللي انت بتتكلم عليها كده يبقى انا رجعت لنفس اللفه اللي بتعملها شركات التجار وفئه التجار اللي مسيطره على سوق القطن في مصر وتضغط على الفلاح. النهارده اللي مش هيتعاقد ويلتزم بالسعر الحد الادنى للسعر اللي هيتحدد بناء على تكاليف انتاج ده السعر اللي بنسميه سعر الضمان. ثم لو زادت الاسعار العالميه المفروض يدفع الفرق ده في الشروط التعاقديه. طب انا اقصد حاجه يا دكتور، يا دكتور علي الكلام ده المفروض ان انت داخل الاسبوع الجاي ده او في وسط الاسبوع ده ان شاء الله عندنا الاجتماع ونشوف الشركات الاول هتحدد احتياجاتها دي. طيب بص يا دكتور علي الاحتياجات العرض والطلب هو اللي بيحدد الاسعار. بس عرض وطلب بس العرض وطلب هيحدد السعر ولا هيبقى في سعر ضمان؟ الاثنين موجودين مع بعض. ما هو سعر الضمان ده بيجي منين؟ النهارده انا لو انا مرتبط بزراعه حقيقيه وكل واحد عارف قد ايه محتاجه للصناعه وقد ايه للتصدير هيديني السعر. طب ماذا لو قرر الفلاحون عدم زراعه القطن؟ لا عايز اعمل مداخله بسيطه يعني بعد اذن سعادتك. في وسط هذا الموسم وهذه الكارثه انا منعت استيراد القطن من الخارج قصير التيله ثلاث اشهر متصله بدون قرار وبدون كان باتفاق ودي بيني وبين معالي الوزير ان انا ما اطلعش اللجان بتاعتي تروح مع في المناشئ تفحص القطن عشان تجيبه. ما عنديش مهندسين. اللي عايز يروح يجيب قطن يروح يجيب. فتوقف الاستيراد لمده 3 اشهر. نتج عن ده ايه؟ ايه نتج عن ده ايه؟ ما انا هقول لسعادتك انا عندي كارثه مش عارف اصرف القطن بتاعي استورد من بره. وانا جالي شركات واحد بيقول انا عايز 12.5 ألف طن مش انطار. قلت له يا ابني خد 25,000 طن من عندي من القطن بتاعي وانا وافق لك. شمال يمين ما ادتوش الموافقه. 3 شهور الناس راحت اشتكت لمكتب الوزير. علي بيه كتب كده قال لا احنا ما عندناش حاجه تمنع. فالناس اللي هاجت علينا قابلت معالي الوزير. يا معالي الوزير انا وانت متفقين ان احنا مش هنبعت ومش هنستورد قطن عشان القطن بتاعنا. أم رد علي بيه قال لا اصل احنا ما عندناش حاجه تمنع اعمل مذكره. عملت مذكره لمعالي الوزير. المفاجاه ان تاشيره معالي الوزير كانت تتخذ الاجراءات طبقا للقانون. القانون معناه ايه؟ مفيش منع. رحت سامح تاني للمناشئ تجيب قطن يا فندم. انا بتكلم دي حقائق ووقائع موجوده. بس عشان نتكلم كلام ملوش علاقه. اتفضل يا دكتور علي. انا النهارده لما اتكلم
انا في القانون احنا بنقول عايزين نوقف استيراد القطن حتى لو مؤقتا ساعة الموسم بتاعنا بيبقى موجود عشان نفسح الموسم بتاعنا. اتفضل يا دكتور علي. لو سمحت، الدولة بتاخد اجراءاتها بشكل غير معلن، والكلام اللي انت بتتكلم فيه المفروض ان ده ما بيتقالش في التلفزيون، لان الكلام ده هو اللي اتنفذ لحد النهارده. محدش سافر من 4 شهور، محدش طلع بره في لجنه يطلع يجيب النص، لكن ما اقدرش اعلن الكلام ده بشكل رسمي لان انا عندي اتفاقيات دوليه وعندي دول معاها اتفاقيات ثنائيه، فانا ما ينفعش اقول الكلام ده على الاعلام. بس انا ينفعني كمواطن ان انا يهمني الفلاح المصري اعلم الاتفاقيات الدوليه. بالظبط، نحن نحمي المواطن بالادوات الله يمحبه. ونحمي الصناعه الوطنيه بالادوات، ولكن لا نعلن ونقول. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي اسماعيل رئيس قطاع الهيئات شؤون مكتب وزير الزراعه على المداخله، وشايفين وزاره الزراعه بكبار قيادتها اهو. يعني أنا في حاجه محمد بيه، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هاخد تعليقات اخيره. لا انا محمود عماره عم بيقول لي انا مصر، انا مصر على خليكوا شاهدين. انا يا محمد بيه، انا مصر ان انا اعلن طلباتي كمنتج او كممثل منتج وامانه مجازه تحديد سعر الضمان تطبيقا للماده 29 من الدستور، وفي ايدك الدستور، وفي ايد الدستور، وخرجت وقلت نعم ليه. نعم. وتطبق خريطة الطريق اللي موجودة للدستور. نعم. اللي رسمها الدستور. نمرة 2، النهاردة بطالب وزارة الزراعة باستحداث، انا عاوز اقول لحضرتك ان التكلفة اللي حديها للقطن عالية ليه؟ تكلفة الانتاج عالية ليه؟ لان النهاردة ما بنستخدمش الميكنة في انتاج القطن، في الجني بيستخدم حوالي 50%، الجمع ده بياخد 50% من تكلفة الانتاج. لو انتجنا بذرة ممكن زراعتها او جمعها اليا، ده هيخفض الايه الانتاج ل 50%، هيخفض تكلفة الانتاج ل 50%. وانت عاوز تحديد سعر ضمان، وعاوز سعر ضمان. الثالثة اللي انا المهمة ان البذرة النهاردة لابد من يعني تحديد البذره اتخلطت. هو قال خلاص، هو انت هتشيل طويل التيله، هيعكمك طويل التيله. واحنا مش ممانعين على فكره، انا هقول لحضرتك مش احنا بنتفوق في الانتاج والمراكز البحثيه. انا لابد ان احنا نعترف بالايجابيات، احنا مش كل المواضيع سلبيات. النهارده موضوع الزراعه التعاقديه شيء جميل، لكن يتنفذ بآليه صح. النهارده طرف التعاقد الرئيسي غير موافق او غير ما بيعلنش سعر. انا النهارده بتعاقد على البنجر بسعر اساسي ورتب ومعدلات نسبه سكر وي وي وي. طيب اخد تعقيب من لا الحاجه الاخيره بسرعه، الاخيره النقله اللي هي بتاع اهالي كفر الشيخ. احنا عندنا كميات رز رفيع ماليه الدنيا، ما احناش عارفين نصرفها. قرار الوزير 2050 للرز عريض. ارجوكوا هنشتغل على الرز ونعمل فقره عن الرز. شكلها هلف على المحاصيل. مهندس حمد القطن يا فندم، انا ما زلت متفائل. كل أزمة ولها حل، ولابد أن نستخدم عقولنا. مسكني حاجة في إيدي كده، ما تقوليش كلام حضرتك. سهل جدا قوي أن أنا أزرع قصير وطويل. سهل قوي أن أنا يبقى عندي تشريعات تحكم هذا الموضوع. سهل قوي أن أنا أطلع بذور نقية. سهل قوي، بس نبقى مترابطين ويبقى عندنا آلية في تنظيم، ونبقى كلنا كوزارة زراعة متكملين مع بعض. ما نبقاش حكم الفرد. خدت بالك اللي بيقول الوزارات كلها يا باشا مفيش حاجه حصلت؟ اللجان سافرت وطلع القرارات الوزاريه، وسافرت تجيب القطن وهو اللي مطلع القرارات علي بيه. الكلام ده كلام انا ما احبوش، كلام مش مظبوط. لابد ان نصادق انفسنا ونصارح انفسنا بما هو عندنا من مشاكل ووضع الحلول، والحلول مش بعيده المنال، سهله جدا. دكتور محمود عماره في 30 ثانيه تعليق. ثانيه واحده، ده انا ايه؟ ده انا اللي هو الفلاح هيزرع ايه في الاخر؟ ما هو ما انتوش هو احنا يا جماعه انا بقالي ساعه وما طلعتش هتتحل على قفانا 50 سنه، ما باين الكلام باين. ايه السؤال المهم؟ بسالك من القطن بقى، تحليلك من قطن. القطن ده اهي مش هيحصل فيه حاجه. انت نلف وندور، وده يتخانق معاه، ده يقول لك ده وده. والفلاح ايه السؤال المهم؟ الفلاح هيروح في داهيه. هو رايح في سكه، هيبيع الارض وهنزعل بعد كده لانه مش هيلاقي ياكل. الاهم من ده، لما احنا محتاسين في 300,000 فدان مش عارفين نزرعهم ايه؟ قطن. و 800,000 فدان ذره مكان الرز، يعني 1,100,000 فدان. رايح ازرع 1,000,000 فدان ب 250 مليار جنيه ليه؟ انتهت فقرتي دون تعقيب مني. السؤال للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، من سينقذ فلاحي مصر؟ وفعلا هتدعموه ولا مش هتدعموه؟ ضيفي مهندس وليد سعداني ماسك في ايده الدستور، بيقول لك حقي انا عايز سعر ضمان او ضامن، لكن شكلهم كده في وزاره الزراعه الدنيا ملعبك او ادوارهم كتيره فما بيقعدوش مع بعض. بشكر ضيوفي الاعزاء
دكتور محمود عمارة بشكرك، انت كنت سهران معايا من اول الحلقه لحد دلوقتي، هتروح بدري. مهندس ماشي. وليد السعداني رئيس الجمعيه العامه المنتج القطن، بشكر حضرتك. بشكر مهندس حمدي عاصي وكيل اول وزاره الزراعه على انك قلت ما يرضي ضميرك. عندك حق، اشكرك يا حمدي. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نروح على المناعه وسنينها ودكتور عبد الهادي مصباح، والجو برد وساقع يقول لنا كلمتين يرم العظم بدل القطن وسنين. نطلع فاصل. يا قطن سبحان مصور يا بيض وناعم ومنور، يا قطن سبحان مصور يا بيض وناعم ومنور، زرعة ايدينا يا قطن يا نور عينينا يا قطن يا بيض وناعم ومنور، يا قطن سبحان مصور يا قطن سبحان مصور يا بيض وناعم ومنور. Yeah.